دلوقتي احنا هنشرح برضو مشروع مول تاني كمثال برضو نستفيد منه. انتوا كنتوا عرضتوه كده كده واحنا في الأكاديمية، عرضتوا المثال ده وشوفناه يعني. بس احنا ده كمثال، مثال كويس في التغطية بتاعته، في التشكيل بتاعه، في استخدامه لشكل الأرض، يعني واخد جزء كبير من الأرض. انتوا سايبين جزء كبير قوي في الأرض بتاعتكم، بنينا على مساحة صغيرة. التشكيل بتاعه حلو، وهو أصلا كان ليه كونسبت، ده كونسبت بتاعه شرحناه برضو في السيكشن قبل كده. ده برضو أنا يعني دلوقتي اللي يهمنا فيه شكل المحلات بتاعتي وشكل الكور والسلالم. بصوا السلالم محطوطة فين، برضو مش في أي حتة، الفتحات الأماكن اللي هي المفتوحة للسقف اللي حوالين المحلات اهي كتير. وعلشان طول ما أنا ماشي مش ماشي في ملل، ما بقاش ماشي في طرقة قدامي محل ورايا محل والدنيا اهو. طول ما انا ماشي جوه المحلات على في الجزء اليمين اهو، انا باصص على جزء تحت، كل ده مفتوح للسقف. فين ده؟ انا ما شفتوش عندكو خالص، يعني ناس قليله قوي اللي بعتت لي حاجه زي كده. وهو الكتله بتاعته الشرايح اللي عاملها دي قادره تدخله اضاءه طبيعيه اللي احنا بنقول انها لازم تدخل للمول.